جائزة للجزائر ويليها التعامل وال إيمان قلبي وخالص ديني ومبناه في ملتي واعتقادي. تقبل السياحة مستدامة أقوى وأكثر شمولا. إن هذه المناسبة مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة لهي فرصة لنا جميعا لإعادة التفكير في مفهوم السياحة وفقا لشعار منظمة العالمية للسياحة، وهو مفهوم يقتضي منا التدبر مليا في السياحة كحق للمواطن حيثما كان وأينما وجد. لقد آن الأوان لوضع تصور جديد لتطوير السياحة وتعزيز موقعها من خلال صياغة جديدة للآليات والتشريعات الواجب توفيرها، ليس لأغراض اقتصادية حسب، بل أيضا هناك أبعاد إنسانية يجب وضعها في قلب السياسات العامة من أجل جعل السياحة حقا للمواطن في جميع أنحاء العالم، مما يتيح لهم التعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل مع السياسة العامة المحددة للقطاع السياحي في الجزائر، وضمن نفس المنظور الذي التزم به السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في التزامه 19، وكذلك تبنته الحكومة في خطة عملها، حيث تهدف إلى جعل السياحة رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني، بل وحتى بديلا لقطاع المحروقات على المدى الطويل. أيتها الفضلايات، أيها الأفاضل، يتزامن احتفالنا اليوم مع إعادة انطلاق قاطرة نشاط السياحة في الجزائر من جديد بعد طول الانتظار، وذلك من خلال إشرافنا بعد يومين على الطبعة 21 من الصالون الدولي للسياحة والأصفاق سيتاف 2022، الذي غيبته الظروف الصحية والأزمة الصحية لوباء كوفيد. إذا في هدايا أخرى. شكرا سيد الوزير. المملكة الأستاذ حكيم، تفضل. وأحدى فنادق اللي راهي اليوم ذات الجائزة الأولى على مستوى الوطن، جائزة أحسن فندق على مستوى ولاية قسنطينة، ولاية سكيكدا. والحمد لله ربي نشكر الشكر الجزير للسيد وزير السياحة بكل طاقمه لهذه الاستضافة تاع اليوم، اليوم العالمي المرافق، اليوم العالمي للسياحة. ونشكره كثير سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على هذه كل البروغرام برنامج تاعو تاع الاستثمار السياحي، وان شاء الله هذه اللي تعطينا دفعة جديدة باش نزيدوا نستثمروا في بلادنا ونزيدوا نكبروا في بلادنا، وان شاء الله نكونوا احنا ثاني نكونوا من الاوائل في العالم ان شاء الله في السياحة، السياحة العالمية. هذا الشيء شرفنا، هذا سي لا بروميير اوكازيون، سي المبادرة الاولى اللي دارتها وزارة السياحة، وهذا الشيء مليح يشجع المستثمرين باش يزيدوا اكثر اكثر بما يخص السياحة الساحلية، باسكو السياحة الساحلية هي الـ هي جوستومون الركزة الأولى لما يخص السياحة في الجزائر. كما تشوف عندنا 1200 كيلومتر دو بلاج، وعدد المركبات ولا الإقامات السياحية اللي جايين الساحلية راهي قليلة. دونك هذه المناسبات كيما هكذا باش تشجع الاستثمار السياحي والاستثمار الساحلي. الحمد لله اليوم شاركنا في أحسن شاطئ في الجزائر، وما يخفلكمش باللي شاطئ في الجزائر لا سوبرفيسي تاعو حوالي 1622 كيلومتر، وخلاصينا ثاني أحسن شاطئ في الجزائر. والحمد لله هذا كان بعد مجهودات تاعنا تاع العمال تعمل تاع كومبلكس الفراشة، ونشكر الوزير والمسؤولين على هذا التكريم، وبارك الله فيكم. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.